كيف بقى الايام دي بما ان انا عرفت ان انت اهلاوي جامد قوي. انا مش اهلاوي بس انا ما عندي كارنيه. انا كنت مدرب في النادي الاهلي، كان الكارنيه على ما اظن مش فاكر رقم. حتى كنت مدرب في الاهلي؟ كنت مدرب كرة قدم؟ لا كنت مدرب براعم فريق تمثيل. كان ايام هدكوتي، وكان ترتيبي في المدربين كل المدربين مش فاكر 42 او 43. طب يا جماعه انا لازم احيي المدرب الكابتن اللي معانا ده، موهبه جديده ما كناش عارفينها. انا عندي الكارنيه بتاعي يعني، ف غير ان انا عضو عام. حياتك كنت بتدرب كان فريق الاشبال ولا البراعم؟ اسمهم براعم. ما هو في اطفال في براعم شويه، في شباب. تبقى تدرب فريق البراعم في التمثيل يعني، قعدت يمكن سنتين ولا حاجه كده يعني. بس غير ان انا عضو عامل في النادي الاهلي واهلاوي، سأهلاوي طول عمري، اقول اهلاوي متزن، اهلاوي عاقل يعني، مش يعني